شيخي، في رجل له 3 أولاد، الرجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من الثلاث يعني مخه تجاري أكثر من علمي، وبرضه كذلك يعني عنده شيء بالعلم، طبعا العلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب، فهذا المحل إليك وهم إليهم شهاداتهم. أما إذا اختلف عن هيك فما إليك شيء إلا غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى إنهم يتعلموا. وقبل ما يتوفى والده ب5 سنوات، أبوه تنازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده، على أساس إنه بيعلم أولاده وبصرف عليهم. توفى والده طبعا بعد ما كتب ب5 سنوات. تخرجوا الأولاد منذ سنوات بسيطة، يعني أخذوا شهاداتهم الطب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات في منهم أولاد وكذا، بيطلع لهم شيء يا شيخنا إنه يأخذوا من هذه الحصة، إذا لهم حصة بكون فيها. طبعا هني شركاء، كل مين بياخذ للذكر مثل حظر الأنثيين. نعم. ووصيته هو وصية باطلة لا تنفذ، يعني لأنه لا وصية لوارث. ما أوصى يا شيخ عفوا إذا أنا أخطأت في الكلام، نازل وباع يعني بيعشرها، يعني تنازل في المحل إله قبل ما يموت ب5 سنوات، سجل باسمه، سجل باسم الولد. أمسكته الباع ولا سجل؟ لا سجل. فإذا ما باع. نعم. أي يا ترى طبعا هلا بيع ما في، ما هي؟ لا. أنت مستقر على هذا الرأي. بيأخذ مقابل يعني. إنه بيع ما في. المقابل الشيخ اللي هو تعب الولد. أنا مثل الآن بيع ما في. لا. هاي. أنا قلت لا وصية لوارث. نعم. هب إنه هذا رجل كتب وصية إنه هذا المحل لابني فلان. هذه وصية لا تنفذ. لا. أنه هذا المحل إرث لجميع الورثة. الصورة الآن هو ما كتب وصية، هو ما كتب وصية أنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طوّى كما تقول أنت هذا المحل لفلان. نعم. ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشفع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته. لا يشفع له، لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟ ممكن في صورة واحدة فقط، انه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا، وابوه اذن له بذلك انه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق يمينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولادي هذول وبتعلمهم تربيهم إلك الدكان هذه. فهذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق. نعم. من جيبته الخاصة. أي نعم. واضح؟ واضح الشيخ. بس واضح. الآن في شغلة إنه هو ذكر لي أو ذكرت الآن، مع أني من خلال كلامك فصار ما لها فائدة، لأنه المحل مسجل اسم أبوه، لكن هو دافع تقريبا ثلث من رأس المال، لكن المحل اسم أبوه، فلا بتقدم ولا بتأخر. هذا دافع ثلث
الثلث من رأس المال للمحل. كيف يعني من رأس مال المحل؟ يعني على مثال رأس مال المحل، أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته. نعم حط شيء في بداية المحل. هل يحط من جيبته إله إنه يسترجع لا أكثر. وكذلك زوجته هي مدرسة، فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الأولاد، كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم. مش مهم أخي، مال الزوجة مثل ماله. نعم. هل أنفقوا مجموع ما أنفق؟ نعم. سواء كان هذا المجموع مال زوجته او ماله هو او بعضه ماله وبعضه مال زوجته. نعم. هذا المال اللي انفقه له حق انه ياخذ. اي نعم. ما ياخذ اكثر من ذلك لا. طيب يا شيخي، لو كلفت مثلا شهادة هذا الطالب درس الطب مثلا 20,000 دينار، بإمكان مثلا هو دخل 20 وهذا دخل 20، بإمكانه كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول لو كان مثلا صرف على كل ولد ما يعادل 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب. طبعا هم ولدين، بصح له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما عدل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم، يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين. احنا متساويين في الاصل. وعليكم السلام. اني متساويين في الاصل. نعم. كيف الشيخ متساوي في الاصل؟ طب هو صرف عليهم، هو اللي جاب لهم شهاداتهم. انت عم تقول ياخذ مثل ما هن اخذوا. اي نعم، مثلا ايه؟ هو الان مفهوم طبعا كثير من الناس يكون عاملين حسابات، يكون عاملين حسابات، مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد نفترض مثلا 20,000 دينار. هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم كل محل الجميع كما فهمت منك انا الان، لان هي تعتبر وصيه كتبها اجن ام بعد وفاته هي وصيه، لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه ابوه وصرف على اخوانه، بهذا الحال بيستطيع انه هو ياخذ زي ما اخذوا ذلك حتى يكون متساويين بعدين بقسموا المحل. مثلا محل بجيب 50,000 ياخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 بقسموه على الثلاث. انا شو قلت لك هذيك الساعة؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي انفقه من ماله الخاص هذا اللي بيدفع له، اكثر ما بيدفع له. نعم. لكن هو الشريك معهم في ان يرث كما يرثون. جهد ما هي ها؟ أنا شيخ أنا الآن سمت عليه قسم، أما القسم الثاني نفس. طب ما هو الآن المال مختلط بين ماله ومال أبوه، إحنا الآن نشم إن الآن في مال أبوه، في النصر في ماله هو إنه يأخذ ماله وأصرفه، لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه. مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين، يعني يرث معهم كما يرثون، يعني صرف عليهم يحاسبهم فيه. أنا عم أقول لك خلص اللي أنفقه. نعم. بيسترجعوا ما بياخذ زيادة. نعم. عرفت كيف؟ أي نعم. لكن هو مثله من حيث أنه يرث. أي نعم. كما يرثهم. حتى لو أخذ من أول بقصده بده ياخذ زي زيهم. بده ياخذ زي زيهم طبعاً. لكن أنا كل يعني تنبيهي إنه ما يستغل كونه أنفق عليهم ياخذ أكثر مما أنفق. أي نعم. جزاك الله خير. والله قضية تنازل يا شيخ، يعني هل